الخطورة فيه أن الطرفين المتحاربين في حالة تداخل ميداني، وبالتالي الحسم يحتاج إلى فاتورة باهظة، لأن قوات الدعم السريع كانت مكلفة بتأمين المناطق الاستراتيجية في الخرطوم، العاصمة المثلثة، والآن حينما يحاول القوات المسلحة القضاء على قوات الدعم السريع فإنها تضطر إلى قصف أحياء مدنية وقصف مواقع استراتيجية. أنا أعتقد أن الحسم العسكري هو أمر في غاية الصعوبة. نعم، يعني الآن في كما ذكرت يعني استخدام القنابل المتفجرة في الأحياء السكنية وتهديد حياة السودانيين بشكل عام في هذه المناطق. أين دور المنظمات المدنية في حماية المدنيين؟ يعني نحن لم نشهد هذا التحرك الكبير بالنسبة للمدنيين. في الحقيقة المرحلة التي دخلت فيها الحرب في الخرطوم هي في حاجة أكثر إلى المنظمات السياسية للضغط على المتحاربين أو المتحاربين بوقف شامل لإطلاق النار، وبعد ذلك يأتي دور المنظمات المدنية. لأن ما يجري في الخرطوم هو أن كل طرف متمسك برغبته وطموحه في القضاء على الطرف الآخر، وفي سبيل تحقيق هذين الهدفين يتم تدمير العاصمة، يتم خسائر بشرية نتيجة لها. وأخطر من كل هذا أن السودان هو بلد بحجم قارة من الناحية الديمغرافية أو السكانية، فما يجري في الخرطوم له تداعيات على الأطراف في دارفور، كردفان، وغدا في بورسودان في الشرق وفي نيالا. فالخطورة في الحرب السودانية أو الحرب التي تجري في الخرطوم أنها ستكون لها تداعيات على القبائل وعلى الأطراف.